افتتح معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية فعاليات الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية. وحضر الافتتاح معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى و18 مشاركا من مختلف الدول من أعضاء الجمعية البرلمانية الأسيوية. لتعزيز التعاون مع دول المجموعة الآسيوية عبر التفاهم السياسي والتكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والتنسيق البرلماني، احتضنت مملكة البحرين اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية بمشاركة 77 مشاركا من 18 دولة من أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية. إن مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز التعاون مع دول المجموعة الآسيوية عبر التفاهم السياسي والتكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والتنسيق البرلماني وفتح آفاق رحبة من التعاون والمصالح الثنائية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية. الحمد لله قدرنا نطلع بقرارات جدا مهمة في مسيرة الجمعية البرلمانية الأسيوية. احنا يمكن بديناها في قطر في الدوحة هناك وعملنا الميزانية بالنسبة أو موازنة الجمعية، والآن كملناها هنا في البحرين بالنسبة لنظام التصويت، والحمد لله استطعنا أن نوصل إلى حل توافقي بالنسبة للتصويت بحيث كل دولة لها تصويت واحد، وجميع هذه الأمور راح إن شاء الله تصب في تطوير العمل البرلماني الأسيوي. وجاء هذا الاجتماع لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية الأكثر إلحاحاً بالإضافة لتحديد الأولويات المستقبلية ووضع رؤية استراتيجية شاملة تسهم في تحقيق استقرار ورفاه الجميع. مملكة البحرين تتشرف برئاسة هذه اللجنة لما تتمتع فيه من سمعة طيبة في الاقتصاد وفي تحقيق التنمية المستدامة، أهداف التنمية المستدامة نفسها. وأخيرا راح يتم مناقشة تأثير الاقتصاد على المناخ. الجمعية البرلمانية والبرلمانيين هم ممثلي لشعوبهم، وبالتالي كلما اقتربت الشعوب كلما كان هناك دعم لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك أكيد الأخذ بالاقتصاد اقتصاد المنطقة. أهم المحاور اللي الحقيقة اللي راح تناقش في هذه الجمعية خلال هذا الاجتماع في مملكة البحرين اللي هي التنمية المستدامة، هي المحور الرئيسي اللي معتمد من الأمم المتحدة واللي هو راح لازم أنه يكون يعني الوصول إلى التنمية المستدامة خلال 2030. مملكة البحرين أثبتت عبر الدبلوماسية البرلمانية في جميع المحافل الإقليمية والدولية قدرتها على أن تكون جسراً للتواصل بين الشعوب وأداة فعالة لتعزيز السلام والتنمية، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قبل جلالة الملك المعظم أيده الله. يأتي هذا الاجتماع في مملكة البحرين ليقارب بين الشعوب الأسوية ويناقش أبرز القضايا الاقتصادية إلى جانب الخروج بصيغة واضحة تضمن المستقبل الزاهر للأجيال القادمة. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.